على عجل أغلق الصيارفة طومي حالهم فخيم الصمت على أسواق الصرف الشرعية بعد تجاوز سعر الدولار 6000 ليرة لبنانية في السوق السوداء. المواطنون يرفضون بيع دولاراتهم حسب السعر الذي حددته نقابة الصرافين، والصيارفة يقولون أن الدولار مفقود، فالطلب عليه ارتفع بعد عودتهم عن إضرابهم قبل أسبوع، والنتيجة دوامة من الشائعات افترض بعضها وصول سعر الدولار إلى 7000، فاختلط الحابل بالنابل. معاشاتنا ما بقى تسوى شيء، وكل شهر بننطر لنشوف إذا رح نضلنا بعدنا بالشغل ولا لا، وذاتس إت مثلنا مثل كل هالعالم. لا الحكومة عم تتحرك ولا ممكن المركز يبقى فيه يتحرك مكبل والشعب ساكت. هيدي المشاكل تحل بإعادة الثقة، ثقة للمواطن انه الامور حتصير افضل، لانه في يقدر بشيء 4 مليار دولار موجوده في بيوت المواطنين مخبيينهم، لحتى لازم يشعروا هن انه الامور حتروح افضل، وهالافضل هيدا حيعني انه الليره حتصير اقوى، فبيروحوا بصيروا يبيعوا دولاراتهم بيساهموا بنزله الليره اكثر. فللاسف الشديد الحكومه عم تتاخر. رغم امتلاكه لمطعم إلا أن لويس يعتمد على تحويلات ابنته من دبي ليعيل من تبقى من العائلة في لبنان، تحويلات تصله بالدولار لكنه يتلقاها بالليرة ليخسر أكثر من ثلث قيمتها، الأمر الذي أدى إلى امتناع عدد كبير من المغتربين عن تحويل أموالهم، لتتراجع قيمة التحويلات من 5 ملايين دولار يوميا إلى 2.5 مليون. الدولة عم تاخذ المصريات، مش نحن الأومتي، معروفة لمين يعني، بس هو ما في عنا ثقة أول شيء بالدولة. ويشير البعض إلى أن جزءا أساسيا من الأزمة اليوم هو تحويل كمية كبيرة من الدولارات إلى سوريا لدعم ليرتها. مع فوضى سعر الصرف وازدياد نسب البطالة بالتوازي مع الارتفاع الجنوني بالأسعار، يكون لبنان قد دخل فعليا مرحلة الانهيار، وعين المواطن على مستقبل غامض يزداد صعوبة كل يوم. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.